أولاً إدراك رمضان نعمة من الله عز وجل على العبد، إذ حرم من إدراكه كثير من الناس. ثانياً عليك أن تحقق المطلوب من الصيام. ما هو المطلوب من الصيام؟ هو المذكور في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود أن تعظم تقوى العبد لله عز وجل في هذا الشهر المبارك. ثالثاً احذر من تلك القنوات التي تبث سمومها في هذا الشهر، سواء كانت تلك القنوات تثير الشبهة أو تثير الشهوة، فإن في هذه القنوات ما يعرض من مسلسلات، تلك المسلسلات إما أن تكون بها شهوة لإحياء وإثارة الغرائز، وإما أن تكون بها شبه وتضليل للعبد. فلم يشرع لنا هذا الصوم من أجل مشاهدة تلك القنوات أو تلك المسلسلات. وليعلم أن المسلسلات قد تعرض باسم الدين، قد يسوق لبعض المسلسلات في بعض القنوات التي يقال إنها محافظة، قد يسوق لها باسم الدين، وهذه لا تقل خطورة. رابعاً عليك أن تجتهد في جميع أيام هذا الشهر، ولا تلتفت بسمعك إلى ما يقال من تلك الوصية التي تقول: إذا دخل رمضان اقتصد في أوله، يعني لا تبالغ في الاجتهاد كما قيل في تلك الوصية، ثم زد في وسطه، ثم اجتهد في آخره، فهي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم هكذا قال. والصواب أن هذا القول قول لا يصح، فلم يأتي في السنة التفريق بين أول الشهر وبين وسطه. خامساً عليك بكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر القرآن. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا تحمل جوالك أخي أكثر من حملك للقرآن في جميع أيام عمرك، فكيف بهذا الشهر المبارك؟ لأنه من الحرمان أن يكون المصحف في جوال كل واحد منا وإذا به يتصفح في جميع أيامه، وبالأخص في رمضان يتصفح كلام البشر ويدع كلام رب البشر جل وعلا. سادساً احرص على الدعاء، فإن لك أمنيات ورغبات، وهذا الشهر محل لاستجابة الدعوات من حين ما تصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وبالأخص عند الإفطار، لما عند ابن ماجه وصححه البوصيري: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، صححه البوصيري ويؤكده ويقرره على وجه العموم ما جاء عند البيهقي: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر في جميع ساعات الصوم. سابعاً عليك أن تحافظ على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثامناً احرص على السحور، فإن به بركة كما جاءت بذلك الأحاديث في الصحاح وفي السنن. وأخر هذا السحور إلى السحر، وأفضل ما يكون قبيل أذان الفجر، فإن به بركة. تاسعاً يمكن أن تنال مرتبة الصديقية والشهداء، فالشهيد له فضله والصديق له فضله، يمكن أن تنال ذلك في رمضان إذا حققت هذا الصوم على الوجه المطلوب. في صحيح ابن حبان: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأديت الزكاة وصمت رمضان، فمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ففي هذا الشهر تربية لك، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم: ليس الصوم
من الطعام والشراب، وإنما الصوم من اللغو والرفث. عاشرا، لتستغل أيام وليالي هذا الشهر، فإن السبل ميسرة لك، يسرها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. بل جاء في الصحيحين أن أبواب السماء تفتح في رمضان، أبواب الجنة تفتح عند مسلم، تفتح أبواب الرحمة.